يمنيا، وبعد ساعات من استهداف التحالف لمبنيي وزارتي الداخلية والدفاع، عادت طائرته لتقصف مكتب رئاسة الجمهورية وسط العاصمة. المتحدث باسم التحالف أكد أن الغارة استهدفت قيادات حوثية من الصف الأول. سارعت الميليشيات للانتشار في محيط المبنى وإغلاق الطرق المؤدية إليه. استهداف دار الرئاسة بصنعاء تم ولله الحمد في صباح اليوم تقريبا على الساعة 10:30 صباحا، استهداف دار الرئاسة لوجود معلومات استخبارية ومؤكدة من خلال منظومات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع كما تشاهدون في أسفل العرض. وتم استهداف قيادات حوثية من الصف الأول والصف الثاني، مع الأخذ بالاعتبار للقواعد العرفية للاستهداف المتمثلة في الحاجة العسكرية والتمييز وكذلك التناسب والإنسانية. مقاتلات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية تواصل استهداف تجمعات قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية ومواقع تمركزهم. شهود عيان أكدوا وجود غارات عدة على أهداف في صنعاء، بينها مبنى مكتب رئاسة الجمهورية وسط العاصمة. مصادر في صنعاء أكدت أيضا أن القصف الذي أسفر عن قتلى وجرحى استهدف اجتماعا لقيادات حوثية، بينما شوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان وأغلقت الميليشيات الطرق المؤدية إليه. عقب الغارة نفت ميليشيات الحوثي الأنباء التي ترددت عن وجود مهدي المشاط الرئيس الجديد لمجلسها السياسي والقيادي محمد علي الحوثي في المبنى المستهدف. غارات مماثلة استهدفت في وقت سابق تجمعا للحوثيين في مبنيي وزارتي الداخلية والدفاع. استهداف القيادات الحوثية مؤخرا على رأسهم صالح الصماد الذي قتل في ضربة للتحالف يدل حسب مراقبين على استراتيجية جديدة لتحالف دعم الشرعية تعتمد على تعزيز الرصد والعمل الاستخباراتي على الأرض لإضعاف الجماعة وإحداث خلل في بنيتها الهرمية.